أفادت مصادر أمنية مصرية باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة غدا. وأشارت المصادر الأمنية إلى اتفاق الأطراف على مدة الهدنة في غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، لافتة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطاع غزة وعودة السكان.